رجعنا لكم مرة تانية كل مشاهدينا الكرام. الحقيقة ان احنا كنا في اللقاء اللي فات حالة من التقييم للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، ويمكن ضيفنا الكريم ادانا تصور ونظرة وادانا شكل التقييم وايه سببه. لكن التقييم هيكتمل اكتر لما يكون عندنا حد بقى من يعني من الصعيد او من الريف، يعني في الاقاليم كلها، هو اللي هيقول لنا بالظبط يعني الوعي عامل ازاي، المشاركه كانت عامله ازاي، ايه اللي كان ناقص علشان يكون المشهد احسن من كده او يكون المشاركه بطريقه اكبر من كده. هل كان في حاجه ناقصه ولا يعني الابعاد بتاعه الانتخابات كانت عامله ازاي؟ برحب طبعا بضيفنا الكريم في فقره الكبير، الحاج اشرف صلاح بدوي، قريه الجزيريه محافظه قنا. تمام كده، قريه الجزيريه محافظه قنا. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. ويعني احنا بنبعت تحياتنا لكل اهالينا في قنا، يعني هذه المحافظه الطيبه الودوده الرائعه الشريفه جدا جدا. الحقيقه كل اهالينا في قنا ناس في منتهى الرقي في منتهى الجمال. مشاركه اهالي قنا، اهالي الجزيريه في انتخابات مجلس الشيوخ، قول لنا بقى ايه اللي حصل بقى حاج اشرف. والله هي المشاركه كانت يعني هنقول النسبه ضعيفه. ليه؟ لان طبعا سيادتك مشوار طبعا وباء الكورونا وتخوف الناس، الدايره كبيره بالنسبه للدعايه الانتخابيه للمرشحين طبعا على مستوى المحافظه، بالنسبه لثلاث افراد بالنسبه للمقعد الفردي برضو يعني كان ما فيش وقت للمرشحين ان هم يعملوا الدعايه الانتخابيه الكافيه. نعم تمام، ده برضو اثر في التصويت. ليه؟ لان ممكن يعني عضو من ابو طشت، عضو من ناجي حمادي، عضو من دشنه، عضو من جفت، برضو مش هيقدر يلم كل الدايره. الدايره طبعا محافظه كبيره تمام، ومن اكبر المحافظات بالنسبه في الطول محافظه قنا وفي مراكزها، فدي طبعا خلت نسبه برضو التصويت قلت. ووباء كورونا طبعا، التخوف بالنسبه للناس من هو طبعا ميكروب وفيروس والكلام ده، طبعا اثر معها تاثير جذري بالنسبه لعدد التصويت ان هو قل يعني في الدائره. حاج اشرف، يعني لو انا مثلا حد من اهل الجزيريه وعايزه اشارك، هل كل الاسماء اللي موجوده عندي في يعني في القائمه بتاعه اختيار المنتخبين والناس المرشحين، هل كلهم كنت تعرفهم؟ يعني دلوقتي لما شاركت في الانتخابات او اي حد مثلا من جيران حضرتك، من اي حد، هل كان في اسماء معروفه بالنسبه لكم يعني، ولا رحتوا لقيتوا اسماء غريبه خالص انتوا تعرفوها؟ بالنسبه لاسماء الناخبين في لجنه الجزيريه او في اي لجنه ثانيه تمام، طبعا بالنسبه للقرى كلها طبعا عائلات، وكل العائلات دي في نسب بينها، وفي طبعا ده ابن يعني خالته وده ابن عمته. عشان انتوا بقى يعني تعداد القريه حوالي 10500 نسمه. كتله تصويتيه حوالي 3000 صوت. تمام، ال 3000 صوت الناس كلها عارفه بعضيها. فبيبان طبعا في الكشف مثلا، لا المنطقه الفلانيه ما طلعتش، لا عايزين نطلعها طبعا. بنبعت طبعا لو في طبعا بالنسبه في ناس كبار السن بتتبات عربيه بتجيبهم مثلا بيجوا صوتوا. في اللي بيحصل طبعا بيكون مثلا مسافر مغترب، في لجان طبعا مغتربين بره بيصوتوا فيها. بس بالنسبه طبعا لاحصائيات يعني الانتخابات دي كانت برضو الاعداد قليله. تمام، ليه؟ طبعا برضو لما كنا بنروح يقول لك والله طبعا انت عارف الكورونا بقى وانا خايف والكلام. طب ده الفتره بقى بتاعت الدعايه الانتخابيه والتعريف اساسا، ان انت تعرف مجلس الشيوخ ده هيكون ايه شغله، ايه دوره في الفتره اللي جايه دي، هل الفتره دي كانت كافيه؟ لا الفتره دي يعني فتره قصيره جدا. النهارده عشان يلف في محافظه حوالي 9 مراكز تمام، لابد ان هو تمام يمسك طبعا اقل حاجه هيكون ياخد شهر او شهر ونص. ليه؟ كل طبعا مركز بيضم كام قريه كتير. تمام، والقريه فيها كذا عيله وكذا ديوان وكذا مثلا، وبيروح للعمده وبينزل معاه مثلا الدواوين. نعم، بيلف على عائلات. طبعا الوقت ده غير كافي خالص. تمام، وهو ده من اسباب الرئيسيه اللي هي خلت برضو اعداد الناخبين، طبعا هو مش عارف عايز يشوف البرنامج الانتخابي بتاع المرشح ايه. تمام، فطبعا المرشح ما جاش
في مرشحين ما قدرتش تنزل. نعم. تمام. الوقت ضيق، بقت تلف مركز مركز، ما بقتش تلف القرى والنجوع اللي هي برضو فيها أعداد غفيرة بالنسبة للأصوات. يعني عدد ناجي حمادي فيها كام قرية، أبو طشت فيها كام قرية، فرشوت فيها كام قرية، دشنة فيها كام قرية، جينا ومركز وبندر، قفط، قوس، نجادة، تمام، وفي بعد كده قرى تاني ضندرة، تمام، مثلا ترامسة، في قرى كتير، في مرشحين ما راحتش، تمام. فطبعا أنا عايز أعرف البرنامج الانتخابي بتاع المرشح إيه، ما أعرفهوش، أنا ما شفتش مرشح أساسا، تمام. فلازم طبعا بتبقى برضو أثرت في الخروج، أثرت تأثير جذري كمان يعني في الخروج. طيب يعني أنت ما تعرفش أي معلومات كتير قوي ما تعرفهاش وأنت رايح تنتخب، أنت عايز تبقى بتأدي يعني دورك. أنا عايز أعرف، أنا عايز أمارس حقي في أن أنا مواطن، ليه حق أن أنا أقول رأيي في المجلس بقى اللي بعد كده ده. أكيد. طب كنت بتختار على أساس إيه بقى يعني؟ ما انتش عارف لا الاختيار ولا عارف؟ لا هي في يعني هو مثلا المجموعة اللي كانت نازلة حوالي 42 مرشح بالنسبة لجنة، بالنسبة لمراكز جنة وبندر جنة، تمام. في ال 42 مرشح يعني ممكن جو مثلا 4 5 6، تمام، جو قال البرنامج الانتخابي بتاعهم، تمام، فتم الاختيار منهم. يعني تم طبعا تجمع كبار عائلات البلد، بتتجمع مع بعض في ديوان معين بيتفقوا عليه، ايه والله احنا جانا المرشح فلان وفلان وفلان فبنجمع، طبعا ده يصلح او ده مثلا لا ممكن مسافته بعيده عنينا، لان في بيحصل بالنسبه للانتخابات مجلس الشيوخ الحاليه في مرشح مثلا يبقى من ناجي حمادي وفي مرشح من جنة، طيب ما في قرى اللي هي القرى القريبه من مركز جنة او بندر جنة، طب ما انا عايز المرشح اللي هو مسافته قريبه لو حصلت مشكله اقدر ان انا اروح له قريب مني، فقلت برضو 3 في العدد برضو أصار برضو يعني وبعد المسافة وأصار جامد. من خلال ما كنت بتتفرج كده بقى حاجة أشرف، مين أكتر ناس كانوا بينزلوا، الشباب ولا المرأة ولا يعني اللي ما بين بين يعني ما مين أكتر ناس كانوا بينزلوا يعني؟ لا الشباب والمرأة. الشباب والست فينا نزلت لا بتنزل الست في جنة، الوعي الانتخابي ليها ممتاز جدا. يمكن ان الناس بره تفتكر ان مثلا الستات في جنة، لا احنا عندنا في القرية، تمام، في نسبة التعليم عالية جدا، عندنا اطباء، عندنا مهندسين، عندنا محامين، عندنا حوالي 4 أو 5 مستشارين، تمام، معلمين، تمام، جميع طوائف التعليم موجود عندنا، واحنا القريه بتاعتنا يعتبر يعني نبعد عن البندر حوالي 3 كيلو، تمام، نسبه التعليم عاليه جدا، والسيدات اكتر من الشباب، السيدات المتعلمات اصحاب المراكز ومراكز قياديه كمان. حاجه اشرف، في معيدين في الجامعات ما شاء الله في كليات الطب جنة من القرى. طب ما تحكي لنا شويه عن الجزيريه بقى شويه. والله الجزيريه قريه جميله جدا، من قرى محافظه جنة، من مركز جنة، تبعد حوالي 3 كيلو مترات عن محافظة جنة، تمام. القرية دي بصراحة يعني أهلها طيبين جدا، تمام، وعائلاتها من أصول عريقة يعني، والنسب منتشر بينهم، يعني مثلا حوالي 14 أو 15 عيلة، ال 15 عيلة بتلاقي لازم النسب بينهم وبين بعضهم 15 عيلة نسايب يعني دخل النسب ما بين ده وده ابن عم ده وده ابن خالد ده وده ابن خاله، فبص تلاقي مجموعة الشباب في الجزيرية في حال التكاتف دائم ما شاء الله، في الأفراح في المناسبات وفي الأحزان، في العيد تجمعات، في المناسبات السعيدة بتلاقيهم مع بعض، في المناسبات الحزينة بتلاقيهم مع بعض، يقفوا على قلب رجل واحد. ويعني أنا يعني في البرنامج ده أنا بشكر شباب الجزائرية شكر جزيل، يعني بيعملوا بصراحة في ائتلاف مع بعض، ائتلاف شباب الجزائرية لأعمال الخير، في طبعا احنا بنشكر برضو السيد محافظ جنة سيادة اللواء أشرف الداودي، لأنه بصراحة يعني أنا في ائتلاف اتحاد شباب جنة، تمام، اللي هو كانت بدأت فيه الأستاذة آية الجعفري، تمام، فطبعا السيد المحافظ يعني مكتبه مفتوح دايما بصراحة، احنا بنحمد ربنا على وجود
السيد المحافظ اشرف الدوله. احنا عملنا كذا مكالمه مع سياده المحافظ الحقيقه وقد ايه شخصيه متعاونه جدا. ده انتوا كتبتوا فيه يعني كتبتوا فيه شعر يعني. بصراحه انا بشكر جميع القيادات اللي وفرت لنا سياده المحافظه. يعني الباب مفتوح دائما. في اي مشكله تخص القريه بندخل يا سياده المحافظ المشكله دي 1 2 3. يعني انا عرضت كذا مشكله منها مثلا مشكله المياه تمام، لاني طبعا في خط اضافي كان المفروض يجي فوصل الحمد لله تمام. مشكله خط السرفيز لان احنا طبعا نبعد حوالي 3 كيلو، طبعا في بتبقى بعض المعاناه بالنسبه للمواصلات تمام، بالنسبه لبناتنا واولادنا وكده. فبرضو مضى على قرار ب10 سيارات سرفيز تمام من الجزائريه لبندر جنا تمام، بيلف البندر لسه طبعا عشان موضوع الكورونا. هو كان هتترمي الجرعه بالنسبه للسيارات دي فطبعا اتاجلت عشان مشوار كورونا، لان كان المفروض من شهر 3. نعم تمام. فبس في الفتره اللي جايه احنا لما اتكلمنا معاه قال خلاص يعني ان شاء الله هنعمل الجرعه وهتبتدي نزول خط السرفيز تمام. اي مشكله يعني صناديق قمامه ده بيوفرها لنا بصراحه تمام. فشكر خاص وربنا يخليه لنا يعني ان شاء الله كده وباذن الله في ازدياد دايما في المحافظه. فبصراحه يعني بالنسبه لشباب الجزائريه من اقوى التجمعات تمام، وربنا يحفظه جميعا ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. انتوا بقى مستنيين ايه في الفتره اللي جايه؟ يعني انت كمواطن وبتقعد تتكلم بقى يعني مع الناس، يعني ايه اللي شايفينه اللي ممكن مثلا مجلس الشيوخ ده يقدمه في الفتره اللي جايه؟ البرلمان كمان انتوا المفروض انتوا خلاص بقى عرفتوا ان الانتخابات البرلمانيه البرلمان يعني خلاص جايه اهي. شايفين ايه بقى انتوا مستنيين ايه وما اتعملش، وايه اللي اتعملوا شايفينه ان هو كويس؟ والله يعني والله بالنسبه للي ما اتعملش في حاجات كتير تمام، بس طبعا بالتدريج، لان دي يعني برضو يعني الدوله كتر خيرها، الدوله طالعه من جائحه كبيره. فطبعا بالنسبه للاقتصاد معروف يعني كويس ان احنا واصلين للحاله دي ماشي. في ظروف صعبه على الناس، بعض الشخصيات وبعض الناس وبعض العائلات تمام، بس طبعا الصرف الصحي تمام دي بدات في مجلس محلي قروة جنوية تمام في التوزيع. حاليا خلاص قدامه حوالي 6 شهور او سنه وهيخلص، بعد كده هياخد بعض القرى. بس طبعا عشان ياخد يعني بعض القرى عايزين الوقت يعني يبقى ضيق على اساس يعني يتوصل بسرعه، لان يعني اغلبيه قرى مركز جنا بتعاني من الصرف الصحي تمام. اي نعم هي في خطه والبنك الدولي بدا الشغل، ولكن بدا الشغل في رؤساء مجالس قروي وليس في القرى. فطبعا المسافه هتبقى يعني سنتين ثلاثه طبعا ده يعني مؤثر جامد على اهل القرى. ايه اللي ممكن يسرع ده بقى حاجه أشوف. اللي سرع ده ان طبعا احنا بنتمنى ان الدوله تمام يعني تزود نسبه الدعم بالنسبه لوزاره الحكم المحلي. نعم. توفر مبالغ يعني زياده تدخل شركات على بعض القرى دي، يعني يبقى الشغل اسرع من كده يعني تمام. طيب دي حاجه. ايه بقى حاجه ثانيه؟ لو جينا اتكلمنا عن المدارس، المدارس مكفيه المنطقه يعني المنظومة بقى أو الشكل الخاص بالتعليم بقى عندكم عامل إزاي؟ والله بالنسبة للقرية عندنا إحنا في مدرسة إعدادي ومدرسة ابتدائي. نعم تمام. السنة اللي فاتت طب المدرسة الثانوي بعيدة قد إيه عن تبعد اللي هي في بندر جنا؟ في بندر أقرب حاجة على بعد حوالي 3 كيلو ونص 4 كيلو. تمام مواصلات. تمام. بالنسبه برضو المدارس الثانويه الصناعيه برضو في جنا، الثانويه الزراعيه في جنا، مفيش غير اللي هي الابتدائي والاعدادي. بالنسبه لاعداد ابنائنا عندكم ثانويه صناعيه وزراعيه، مفيش تجاريه مثلا؟ لا في جنا موجوده، كل ده في موجود جنة. موجود. نعم. والمعاهد والجامع كلها في كل بندر جنا اللي هي تبعد حوالي 3 4 كيلو عن جنا. تمام تمام. لا احنا بالنسبه للنواحي التعليميه تمام، المدارس يعني مكفية أولادنا الحمد لله، وعدد الطلبة برضو كويس فيها تمام. أغلبية مدرسين المدرسة الابتدائي والإعدادي من أبناء القرية، وده اللي يعني يمكن مساعد إن قرية الجزائرية يبقى فيها تمام التفوق، إن هو ابن البلد هو اللي بيدرس، لأن بيبقى برضو قلبه جامد عليه، إن هو عايزه يبقى شيء، عايز يصنع منه
عايز يخلي منه الضابط وعايز يخلي منه المهندس وعايز يخلي منه الدكتور وعايز يخلي منه العالم وعايز يخلي منه المحامي. تمام. فدي برضو يعني شكر خاص لجميع مدرسين قريه الجزيريه على الجهد المبذول يعني مع طلاب البلد ومع ابناء البلد. تمام. اما بالنسبه طبعا الوحده الصحيه تمام يعني في برضو بعض المعاناه من يعني تواجد مؤقت لبعض الاطباء. برضو دي مش هنقدر برضو يعني نلوم عليها مثلا وكيل وزارة الصحة أو السيد المحافظ، ليه؟ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. يعني دي الموضوع ده ما نقدرش. تمام. ليه؟ شايفين قدامنا. أخبار الكورونا عندكم إيه حاجة أشرف؟ مستشفيات العزل اللي عندكم لسه فيها حالات ولا خلاص بقى؟ لا، حالات بسيطة. حالات قليلة. حالات بسيطة الحمد لله. يعني برضو طبعا انت عارفه الصعيد طبعا الثوم والبصل والحاجات دي برضو بتمنع شويه. تمام. يعني هي العادات الغذائيه بتاعتنا. الغذائيه بتاعتنا. تمام. وبعد كده يعني ليه انتوا عندكم اكله معينه يعني بتخلي البصل لا يعني. البصل والثوم طبعا ده يعني تمام. فيعني لو عندك وصفه يعني حاجه اشرف قولها لنا يعني. والله انا يعني لو عندي وصفه الاول كنا بداناها في جنة. تمام. فالكورونا عندنا طبعا عدم الخروج كتير للبندر. يعني تحسي ان بعض القرى يعني شبه مكفول عن نفسه. اللي بيجي طالع بيشتري مثلا طلبات او بيروح يعني مشوار او شغله. يعني عامله شكل من العزل بشكل طبيعي يعني. لا وشبابها يعني بقول لك ما شاء الله. سواء برضو شباب القرى كله على مستوى. تمام. بمجرد ما حدثت جائحة كورونا تم التطهير، كل شهر بيطلعوا مرتين وثلاثة وأربعة وعلى حسابهم الشخصي. يعني مجموعة الشباب الأهالي والشباب. نعم. تمام. بيطهروا البلد كلها. جميع الحوائط، جميع المحلات، جميع الأراضي، جميع تمام. كل أسبوع ممكن يطلعوا مرة أو مرتين. برضو ده ساعد برضو تمام إني يعني بالنسبة لأعداد الكورونا يمكن في القرية عندنا حوالي حالتين أو ثلاثة. من احنا حوالي 10,500. تمام. حالتين او ثلاثه. وبعد كده انتوا بقى عارفينهم حاجة اشرف؟ يعني انت عارف مين لسه عنده كورونا وما لا ما فيش. هي حاليا زيرو كورونا البلد. يعني من اول الازمه بتاعت كورونا لحد دلوقتي اللي جالوا الناس اللي موجودين اللي جالهم ثلاثه في القريه عندي انا. ما شاء الله. طب والله كويس. تمام. طبعا اول ما حصل ان هم طبعا احسوا بالميكروب وكده للدرجات دي. انتوا عندكم وعي للدرجات دي انتوا؟ لا مش قصة وعي، هو طبعا ربنا هو اللي ساتر في الأول والأخير. تمام. بعد كده يعني الإجراءات الاحترازية. تمام. انت رحت جنة ملتزمين بقى. انت رحت جنة بتروح بتدخل أي هيئة حكومية بتبقى لابس الكمامة بتاعتك. تمام. طبعا مش هقول لك الجوانتي. انا عارفة على فكرة ان انتوا عملتوا سيستم تأمين او نظام تأمين في قنا. يعني سيادة المحافظ برضو سيادة اللواء يعني عمل لكم نظام تأميني، ودي معلومة بقى أنا عارفها من بره بقى محكم جد. يعني جايب أجهزة على فكرة يعني حتى كمان من كندا. فأنا عارفة أن أنتوا عندكم الحتة دي. أنتوا في دخول البنوك، في دخول مديرية الأمن. نعم. دخول المركز، دخول البندر برضو كان موجود. اللي هو نظام التطهير، الغرف. تمام. بتدخل عليها. عملها برضو في الثانوية العامة. تمام. وكانت برضو إجراءات محكمة. تمام. والحمد لله عدت برضو امتحانات الثانوية العامة على خير بالنسبة لأولادنا. بالنسبة يعني كل شيء الحمد لله رب العالمين متاح. تمام. بس الإنسان عايز إيه؟ الصبر. كل شيء ياجي لازم نوقف مع الدولة. لأن الدولة بتمر بظروف. تمام. يعني إحنا طبعا العالم كله بيمر بالظروف دي. فإحنا لازم يبقى قلب المواطن على الدولة. طيب بص بقى يا حاجة أشرف، الظروف اللي احنا فيها دي بتطلع أحلى ما فينا وأوحش ما فينا، صح؟ أكيد. طيب إيه اللي أنت شايفه عندك في القرية بتاعتك الجميلة الجزيرية دي؟ ظروف زي كورونا، أزمة كبيرة كلنا عانينا منها الحقيقة. إيه اللي شايفه حلو وطلعته ووحش وتضايقت إن هو موجود؟ والله هو الحلو اللي طلعته بالنسبة لأزمة كورونا زيادة محبة الناس وبعضيها. تمام. يعني دي بتخلي انت خايف على ابن عمك ليجيله كورونا، او خايف على ابن خالك، او خايف على بلدياتك يجيله كورونا، او في بيت جنبك مثلا في حالة كورونا، بتتصعب ليها وبتوقف. لازم تبقى بتوقف. اي نعم من بعيد. تمام.
يعني طبعا خوفا من الوباء وخوفا وخوفا، بس بتبقى في يعني روح مع بعض، روح غريبه وجميله جدا. تمام. ان انت ممكن تجيب طلبات جارك او ابن عمك او ابن خالك، ليه؟ لان هو مثلا حصل عنده ظرف مثلا او اصيب بالكورونا. تمام. اي نعم العدد قليل. تمام. فكر الشباب في عمل وحدات عزل في البلد. تمام. قلنا لو الجائحة ازدادت نسبة معينة، تناقشنا مع بعض، قالوا عايزين نعمل وحدات عزل على اساس اي حالة من الجزائرية ممكن نعزلها مثلا في مكان نجهزه بوحدة تنفس ولو مؤقتة، شيء مؤقت بس على اساس ان ايه يعني طبعا العدد بيزيد. مفيش اماكن. الناس طبعا يعني المستشفيات مش شايلة العدد ده. عملتوها فعلا يا حاج؟ لا احنا جهزنا ليها. اتجهزتوا؟ جهزنا ليها على اساس الشباب. لكن الحمد لله العدد الحمد لله بدا العدد يقل، وبالنسبه للبلد خلاص زيرو من فتره طويله الحمد لله. فتمام طبعا. فالحمد لله رب العالمين. يعني ايه في روح الترابط بين شباب البلد. هتقول اوحش حاجه؟ لا لا لا، ما في، هو ما فيش شيء وحش. ليه يعني ليه؟ لان انا عايش وسط شباب البلد، ومن عيلة من عائلات البلد. تمام. ومناسب من عيلة من البلد. تمام. فمش شايف حاجة وحشة فيهم والله. هو أنا ملاحظة لما قلت لي حاجة أشرف إن إحنا تقريبا 15 عيلة، وكل العائلات دي كلها متناسبة بعض. يعني 15 عيلة بينهم نسب. هو أنتوا عندكم بتمنعوا الجواز من برة؟ يعني إحنا كنا نعرف العرب مثلا يقولوا لا بنتنا ما تتجوزش إلا من العرب، لكن ابننا ممكن يتجوز من برة. انتوا عندكم قواعد زي دي؟ لا 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 لا، عادي. لا لا، في شباب، لا في بنات بتتجوز في قرى مجاورات او بتتجوز في محافظه تانية مثلا زي اسوان، زي البحر الاحمر، زي الوادي الجديد، زي القاهره، زي السويس. لا بنطلع وبناخد عادي في النسب. لا ما فيش مشكله. لا لا لا، هي يعني بصي في بعض القبائل، يعني قبائل في بعض القبائل ملتزمه بقانون معين. تمام. حاسه ان هو ده القانون ده بتاعها، ما محدش يخترقه يعني. نعم. تمام. لكن طبعا هو لان الـ الـ يعني الصعيد الحقيقه عنده يعني اسس كده، وعنده شويه كده مبادئ وحاجات وعادات حلوه وتقاليد. وعادات جميله. يعني عادات عرفيه. بس انتوا يعني انتوا متطورين جدا ومتحضرين جدا، لكن العادات لسه موجوده. لا موجوده. موجوده. العادات موجوده. العادات بتاعه الصعيد من جدود الجدود، من يوم ما احنا كجيلنا مثلا طلع. تمام. وجدناه في ابونا، ابونا وجدها في ابوه. تمام. بيتتورثها من حلاوه العادات دي والعرف بتاعنا. تمام. احترام الكبير، التقدير. تمام. جميع الامهات القريه امك. تمام. يعني جميع الستات، يا ست ما بقولهاش مثلا يا حجه. تمام. مثلا في شيء ثاني، يا خالتي، يا عمتي. تمام. الاحترام متواجد. ما نجيش مثلا احنا رايحين مثلا فرح واحنا مجموعه من كذا عيله او من في نفس الشارع ماشيين مع بعض، لازم يتقدم الاكبر سنا فينا. ده من العادات اللي هي ملتزمين بيها، الادب طبعا، ان الكبير يبقى من قدام. داخلين برضو. تمام. مثلا واجب عزاء بتلاقي برضو الكبير، لازم تبدو الكبير. نعم. لا دي العادات اللي هي. تمام. الاحترام. ان بنت البلد اختك، بنت عمتك، بنت خالتك، امك. تمام. يعني الاعتبار ان بنت البلد دي يعني لو مثلا شافها في جنة ومحتاجة حاجة. تمام. بيتقدم عليها، ايوه يا اختي. تمام. بيعرف ان دي من الجزيريه. ما بقول لك احنا عارفين بعض. تمام. في شيء معين معاكي تقول له لا والله مثلا معايا كذا كذا، كان اخوها خلاص. ده اخوها. تمام. ولو مثلا راكبين مواصلات مثلا، ممكن وهما الاثنين راجعين من الجزيريه وهو بيركب صادف ان مثلا بنت بلده بيدفع لها، لازم يدفع في المواصلات بيدفع لها. لان دي يعني من العادات الجميله اللي هي تورثناها كابر عن كابر. يعني العادات دي الواحد بيفرح بيها. بس يعني هقول لك برضو من ضمن العادات
اللي يمكن تكون جديدة عندكم، أنا ما أعرفش أنتوا نظامكم إيه في الجواز مثلا أو جهاز العروسة والحاجات دي، يمكن موضوع كورونا ده خلى ما فيش أفراح، فبعد كده طبعا بقى هتبقى الفرح بقى مع مصاريفه قلت، كان بيبقى فيه كده الحنة بيبقى لها مصاريف، دي برضو ما عادتش بتتعمل مش كده ولا لسه بتعملوا الحاجات دي؟ لا الحنة موجودة، الحنة موجودة. ليه مش دي تجمعات حاجة أشهر؟ لا لا أنت بتتكلمي عن الأيام دي اللي حاليا في الكورونا، لا أنا بكلمك على بعد يعني إن شاء الله بإذن الله زوال هذا الكورونا بعد الدنيا مدروق إن شاء الله. أنا عايز أعرف بقى تفاصيلكم حياتكم بقى يعني حاليا؟ لا حاليا بقى الفرح، إحنا عارفين الريف عادي في مغالاة قوي يعني، بقوا بيزودوها قوي في موضوع الجهاز، يعني العروسة تدخل مش مثلا بجهاز غسالة واحد، لا تخش باتنين ومعاها معرفش ايه عندكم كده برضه؟ لا 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 غسالة دنيا بسيطة لسه. لا تجهيز تجهيز الشقة تمام، العروسة عليها العفش كذا والعريس عليه مثلا اوضه النوم واوضه الاطفال. نعم تمام. المعتاد في اي مكان هي جنة مش مثلا يعني بتعمل شيء غريب عن بقية المحافظات او عن بقية المجتمع المصري، لا. العريس بيجيب اوضه النوم واوضه الاطفال والشبكه المتفق عليها، برضو ما فيش مغالاه فيها تمام. ايه العروسه بتجيب بس، هو طبعا في الايام دي طبعا جيل بقى الفيسبوك وجيل التاتش، العروسه ممكن تعشم مثلا تقول لابوها هات لي تكييف في الايام دي، عايز اركب تكييف لاوضه النوم يجيبوا لك تمام. طبعا شغل دلع يعني للبنات وكده تمام، بس لكن ما فيش مغالاه، لكن ما فيش بقى اللي هي اللي احنا عايزين بكذا ومش عارفه ايه والفرح يتعمل فين، وقبل الفرح في حنه هنا وفي حنه هنا وفي ليله قبل كده وليله عزومه اهل العروسه واهل العريس، الحاجات دي يعني دي حاجات بتكلف قوي يا حاج اشرف. بصي هي بتبقى ليله الحنه للعروسه، ده العادات والتقاليد على مستوى، انا بكلمك على مستوى جنة. ماشي احنا نحتفل بينا وبين بعض، لكن في ناس بقى تكاليف. لا ليله الحنه العروسه اهل العروسه تمام، وبيجي بعض اهل العريس للحنه تمام في تواجد، في بيبقى دي جي طبعا عشان فرحه بتبقى اللي هي في بيت ابوها يعني زي ما بيقولوا تمام. بتجي الليله الثانيه مثلا بيبقى في ليله قران او ليله مثلا ختمه قران كريم في المنظره عند العريس عند اهله تمام، وبتتواجد برضو عائلات البلد وابناء العائلات وابناء العمومه وابناء الخال يوقفوا مع العريس تمام. الليله الثالثه بقى ده النظام عندكم موضوع ختمه القران قبل الفرح؟ يا ختمه القران يا ليله قران. الله حلو قوي الحكايه دي. تمام. بنيجي بعد كده في ليله الزفاف بيبقى مثلا العريس على حسب المكان الموجود، مثلا في اماكن في البلد بتبقى واسعه ممكن يعمل فيها ليله الزفاف، بيجيب اذا كان فرقه او دي جي مع شباب البلد وشباب المجاورات على قد امكانياته على شباب المجاورات وبيقفوا معاه تمام، وبتحصل ليله الزفاف مثلا لغايه الساعه 12 الساعه 1 وتمام كده. ربنا يجعل ايامكم كلها الله افراح بإذن الله والله. إن شاء يا حاج اشرف نورتنا وشرفتنا، وبلغ تحياتي لكل اهالينا في قنا وطبعا قريه الجزيريه دي، يعني هذه القريه الجميله حضرتك حببتنا في القريه. الله يخليك والله ان شاء الله تشرفنا باذن الله. الله يخليك. شكرا حاج اشرف صلاح بدوي قريه الجزيريه محافظه قنا، وكل مشاهدينا انا كمان بقول لكم طبعا شكرا جزيلا، وتصبحوا يا رب على الف خير وهنا. تصبحوا على خير.